الرحمن تريفي المحلل المالي، أهلا بك. في البداية، كيف ترى أداء الأسواق الإماراتية بالتزامن مع عودة الأسهم العالمية والنفط للتعافي؟ أنا برأيي، أولا مساء الخير، أنا برأيي أن أسواق الإمارات في دبي إن كان في سوق أبو ظبي هي في عملية ارتفاع، لأن الاقتصاد ككل ينمو بنفس الطريقة وبنفس القوة. أحجام التداول أيضا عادت مرة أخرى إلى أحجام لا بأس بها، بالأمس شاهدنا حوالي 745 مليون درهم في سوق دبي وحوالي 345 في سوق أبو ظبي. أنا برأيي أن الأسواق الإمارات أصبحت الآن جيدة، ولكن تنتظر بعض البيانات المالية لبعض الشركات المالية التي لم تفصح عن بياناتها المالية، وخاصة شركة عمارة العقارية. لكن أغلب الشركات القيادية الآن سوق دبي، عفوا بنك دبي الإسلامي، كما شاهدنا ارتفاع جيد، توزيعات أرباح حوالي 45%، كذلك شاهدنا أيضا جلف فاينانس هاوس أيضا حقق أرباح جيدة، 217 مليون درهم في سنة 2016، وقام بتوزيع أرباح 10% نقدا و10% أسهم منحة مجانية أيضا. أي أن أغلب الشركات المساهمة في سوق دبي وسوق أبو ظبي أعطت انطباع جيد، وإن كانت هذه بعض الشركات التي لم تتفاعل لأن ليست لديها القوة بالمؤشر، وخاصة كما نعرف أن جلف فاينانس هاوس بهذا الارتفاع وهذا الارتفاع وهذا الزخم منذ حوالي شهر 6 من 2016 لغاية الآن وهو بعملية ارتفاع وصل إلى حوالي 2.85 درهم، لكن للأسف أقول مرة أخرى أن هناك عملية يعني مضاربة محمومة وقوية على هذا السهم، ولذلك لأنه أسعاره إن كانت في سوق الكويت وكذلك في سوق البحرين ليست بنفس الوتيرة وبنفس الأسعار. أي عملية جني أرباح في عملية توزيع، عملية نقل هذه الأسهم من دبي أو إلى دبي أيضا. هذا من رأيي. أنا من رأيي أن كما نشاهد أن يعني شركة الاتصالات الإماراتية أيضا انخفاض في أسعارها في سعر السهم، لكن ربحيتها طبعا جيدة، لكن أصبح الآن هناك ضغط كبير على هذه شركات الاتصالات، إن كان شركة دو أو شركة اتصالات شركة دو أيضا، لأنه كما نعرف أن هناك أصبح تفعيل لبعض التواصل الاجتماعي، سكايب، بعض المؤشرات الأخرى. برأيي أن أصبحت الشركات المساهمة العامة أعطت أربحية وقوية، لا ننسى أن منذ بداية عام 2017 ونحن نشهد بارتفاع في هذه الأسهم وكذلك التوزيعات، إن كانت أرباح رأسمالية أو أسعار الأسهم من ناحية أخرى، وهذا أنا برأيي أكثر من جيد لأسواق المال. نعم، عودة التماسك في نهاية تعاملات يوم الأمس، ألا يعني ذلك إمكانية عودة الصعود إلى السوق؟ أنا برأيي نعم، نحن سوف نشهد يعني سوق دبي سوف يرتفع إلى 3700 و3800، وأقول مرة أخرى أنه سوف يوصل في هذا العام إلى أكثر من 4000 سهم ل 4000 نقطة، لأنه أصبح الآن أغلب الاستثمارات التي تدخل إلى منطقة دولة الإمارات هي جيدة وأكثر من جيدة. الاستثمارات إن كانت من القطاع من الحكم من دولة الهند أو من دولة أيضا باكستان وكذلك من إيران وكذلك من بريطانيا حتى كندا، أي أن أصبحت الأسواق المال وكذلك جميع القطاعات بدون استثناء القطاع العقاري، القطاع المصرفي، القطاع التجزئة، أيضا قطاع الفنادق الذي يعني يشهد زخم وزخم كبير جدا من هذا الدخول من حيث الاستثمار. وكذلك المحافظ الاستثمارية عادت مرة أخرى، لأنه كما نعرف المحافظ الاستثمارية كانت منتظرة حتى تتبين الرؤية الواضحة وخاصة الشركات المساهمة وبياناتها المالية، لكن للأسف أقول مرة أخرى أن 45 يوم أكثر من ذلك، لأنه عندما الآن عصر التكنولوجيا أكثر من شهر، أنا برأيي 30 يوم حرام حتى إن كان بعملية البيانات المالية، لأنه بالفعل الآن المتداول لا يأخذ أي بيانات جديدة إذا لم تتم هذه البيانات من قبل الشركات المساهمة وكذلك على أسواق المال. نعم نعم، تركيز المحافظ على اقتناص أماكن جديدة بأسهم قطاع البنوك تحديدا، هل سيدفع الأسواق الإماراتية للتعافي؟ أقول مرة أخرى أن القطاع المصرفي يبلي بلاء حسن وجيد، لكن هناك نوع من التراجع أيضا، لأنه بالفعل في عملية النمو حدد مثلا
الحكومة الإمارات عدت بحوالي 2-2.5% على النمو، وهذا أنا برأيي لأنه بالفعل يكون القطاع المصرفي هو أكثر من القطاعات الضاغطة على المؤشرات. لا، أما القطاع العقاري كما نعم يعني هناك نوع من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في القطاع العقاري، خاصة في لا ننسى أنه 2016 كان أكثر من جيد للقطاع الاستثمار في القطاع العقاري، وكذلك 2017، ولا ننسى أننا مقدمين على إكسبو 2020، وهذا أيضا مؤشر جيد وأيضا يعطي دفعة قوية جدا للقطاع العقاري، وكذلك زخم كبير من القطاع المصرفي، لأنه انظري إلى عملية الاستثمارات من حيث القطاع المصرفي، لأنه بالفعل هناك ودائع كبيرة جدا، وكذلك قروض، والقروض أيضا لا زالت ليست بنفس القوة بالودائع، حوالي 85% من الودائع يتم استثمارها، وهذا يؤدي إلى على البنوك حتى إيجاد عملية استثمار قوية جدا لأجل تحقيق أرباح لهذه البنوك وكذلك محافظها الاستثمارية. نعم نعم، بالنسبة لسهم أعمار العقارية يعني ما زال عند مستويات جيدة، هل تتوقع أن باستطاعته استئناف الصعود بمجرد تحسن نفسية المتداولين؟ أنا نعم أقول مرة أخرى أن شركة أعمار العقارية أقول أن أرباحها سوف تكون جيدة في هذا العام، لأنه بالفعل مول الإمارات كما نعرف مول أعمار قد حقق حوالي 13% أرباح بحوالي 1,400,000,000 درهم، هذا أكثر من جيد، وكذلك القطاع العقاري في أعمار أيضا أكثر من جيد وأكثر من ممتاز. أنا برأيي سوف ننتظر ذلك، وهذا ملفت للنظر لأنه بالفعل شركة أعمار لابد من إفصاح عن بياناتها المالية، لكن أقول مرة أخرى لابد من زيادة في توزيع الأرباح، لأنه تعودنا على شركة أعمار تقوم بتوزيع بعملية الأرباح من حوالي 15% إلى 25%، نريد أن تعطي نوع من الارتفاعات في عملية التوزيع. نعم تقول أنها تحتاج إلى السيولة، نعم تحتاج إلى السيولة، وكذلك المتداول أو المستثمر يحتاج إلى عمليا إعادة يعني ودائع أرباح من هذه الشركة، حتى لأنه كما نعرف أنه إذا قامت التوزيع 25% لن تكون مجدية على 7.40 دراهم أو 7.45 دراهم، أي حوالي 3 دراهم أو 3.5 دراهم على جزء من السهم أيضا، هذا برأيي مقلق. لا بد أن يكون شركة أعمار لديها النية في عملية زيادة التوزيعات، وهذا ما حصل أيضا ببعض الشركات الأخرى، كما حصل اليوم هناك غلف فاينانس هاو ارتفاع بتوزيعات 10% نقدا و10% اسهم منحه، ليس بذات القوه حتى يصل هذا السهم الى درهمين و80 درهمين و85، لانه بهذه الحسبه البسيطه اي ان التوزيع يكون حوالي لا يجيز اكثر من 3-3.5% على السهم. نعم نعم، ما هي توقعاتك للسوق على المدى القريب او المتوسط؟ أقول بهذه الحجم وهذا السيولة أنا برأيي سوف نشهد في نهاية هذا الشهر سوف يزيد ويزيد عملية السيولة، لأنه بالفعل السيولة الآن أصبحت قريبة من المليار، بالعكس يعني في شهر واحد كان هناك توزيعات، كانت هناك يعني عملية الأرباح عملية التداولات حوالي 23 مليار درهم في شهر واحد، أي أكثر من حوالي مليار درهم في الجلسة الواحدة، وهذا أيضا ملفت أي أن هناك زخم وقوة في عملية الاستثمارات في الشركة المساهمة، وهذا أيضا يعطي دافع قوي للاقتصاد ككل، لأن الاقتصاد ينمو بكل معطياته، ولا ننسى اليوم أن هناك قوة وزخم أيضا وتركيز كبير جدا على القطاع الصناعي الذي هو مغيب بعض الشيء، أنا برأيي سوف يقود هذا الوقت والأيام القادمة، سوف يكون القطاع الصناعي هو داعم للمؤشر كما هو داعم القطاع العقاري والقطاع المصرفي. نعم نعم، الدكتور عبد الرحمن طريفي المحلل المالي كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. قامت